ما زال جماعات ترابية إلا أنه هو من خلال هذا البرنامج وهذا التصميم الجهوي المراد منه هو فتح نقاش مع جميع الفاعلين لا المنتخبين ولا رؤساء المصالح الخارجية كلهم يعطي تصوره ويعطي اقتراحاته ويحاول ما يمكن يعطي واحد تصور لهذا المكتب الدراسات ويتفاعلوا قدمنا البي دي ار اللي هو البلان دي ديفلوبمون ريجيونال واللي حقيقه تفاعلوا معنا لا المنتخبين الله يجازيهم بخير ولا الاخوان في رؤساء المصالح الخارجيه وحاولنا قدر الامكان حقيقه الاعتماد على مكاتب الدراسات اللي عندهم درايه وعندهم حنكه في هذا التخطيط في الجهود نحن مولي مطالبين كمنتخبين وكرؤساء مصالح خارجيه وكفاعلين اقتصاديين في المنطقه عندنا حتى نحن مولي نتفاعل ونحاول قدر الامكان نطرح الاقتراحات التخوفات اللي طرحوها رؤساء المجالس المنتخبه. حاليا نحن في واحد المرحله مؤسسه للجهويه والنصوص اللي كتاثر الجهويه يعني كتبحث وكتروم باش تمكن هذه الجهه من الاليات الاشتغال والعناصر ديال التنفيذ من اجل ضمان النجاعه والاستمراريه والالتقائيه مع السياسه العموميه ولا خدينا دابا البوس ديال البرنامج الجهوي للتنميه اللي دار وتصادق عليه فعلا المنهجيه فيما يخص مكتب الدراسات بدار اللي احنا اليوم في عرض ديالو صمتوا له وملزم في اطار وثائق التعمير كمنهجيه يخدموا عليها رؤساء المجالس وضع مجموعه من التصاميم بناء على معطيات اقتصاديه واجتماعيه فعلا انا اتفق مع نائب ان الجماعات اللي على الشرط الساحلي ربما لهم مؤهلات اقتصاديه ترابيه اللي هو مكون اساسي للجهه واللي هما اطراف هذه الجهه الى صح التعبير لا يختلف اثنان بانهم جماعات متواجدات منذ استرجاع الاقليم في مدينه الدار من طرف المجالس كلها كانت جهويه او بلديه او ترابيه من اجل احياء هذه المراكز واعاده انتشار الساكنه فيها سيد في اطار عرضه عن هناك من طبيعه الحال تخوفات مناخيه في المستقبل فيما يتعلق بشحة المياه في المراكز اللي هي مراكز داخلة التراب ديال الجهة واللي يسموها بصريح العبارة الجماعات الترابية جماعات يتم إعادة تعميرهم في المستقبل وإعادة إلى ساعة الظروف إعادة انتشار الساكنة فيها على كل حال أنتم شرطوا كاملين على أن الداخلة هاي الجماعات الترابية كاملة موجودة في الداخلة وشرطوا على النمو الديمغرافي ديال داخل المهول 2020 اللي تعود فيها 200,000 في الحساب 200,000 مشكل وداخل جزيره صغيره عرضها كيلو ونص في بليدات الى كيلو ونص وهذه كيلو ونص في اطار التغيير المناخي وفي اطار ياسر من الدراسات اللي يصل المعدل وعدلت اسبانيا لانها اعطاها عمر محدود في زمن معين وعلمها حتى هي خص ما يثقل عليها في البناء علمها لا حجره لا طوب لا يقدر الله تنكسر بجد والبحر ياكلها من جديد في جهه المحيط الاطلسي الساكن في المنطقه لا يسكن ذي الجزيره وذي الجزيره مهدد في اطار التغيير المناخي وراك شفتوا الجماعات الترابيه ان هذا التصميم لا يقوم على يعني بطريقة عشوائية يجب أن يكون هناك تشاور وتشارك بين المجالس كافة بين عمل الجماعة الترابية وبين أيضا البي دي ار ومجلس المجلس البلدي يعني يا ريت الرئيس ينتقل باش ينتقل الناس اللي معاه ينتقلوا ويسكنوا تنتقل نظن عن الحمد لله الجماعات الترابية كل جماعة ترابية عندها مقر مبني
تمشي على الرؤساء تنتقل ومن بعد ينتقل للناس اللي معاكم الساكنة، وانتم هما يعني كنظن المسؤولية عليكم انتم، وكذلك عمل